موجة غضب عارمة تجتاح ساحات التغيير والحرية في أرجاء اليمن جراء تعامل المجتمع الدولي عموما والخليجي خصوصا واللقاء المشترك المعارض بالأخص مع مطالب الثورة التي تخط أيام شهرها الرابع والدماء التي سالت ولا تزال في سبيلها إلى المرحلة النهائية من الفعل الثوري السلمي. حدد الشباب الوجهة. استمرار التعامل مع ما يجري في اليمن باعتباره أزمة سياسية استفز الشارع الثائر الذي لا يزال ثابتا على مطلبه ومؤكدا على سلمية منهجه، بينما يستمر النظام في قمعه على مرأى ومسمع الجميع. فهذه تعز مرة أخرى بعد أن مارس شعبها سلطاته وأغلق مكتب التربية مطالبا بوقف التعليم حتى تحقق المطلب. إلى طريق مسدود يبدو أن توقيع المبادرة الخليجية يتجه. هذه هي النتيجة التي توصل إليها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بعد لقائه الرئيس صالح والمعارضة، لكن التساؤل يبقى في الجديد الذي توصل إليه المبعوث، في حين أن رفض الشارع الثائر للمبادرة الخليجية في نسخها الأربع كان دائما واضحة، فهي لم ترقى في أي منها إلى مطالبه، ليبدأ الآن حسم المواقف ووضع الخيارات. المبادرة الأخيرة هذه الرابعة بصورتها الأخيرة والتي تحولت من مبادرة إلى مؤامرة على الثورة اليمنية. نخاطب الإخوة في اللقاء المشترك، يعني يمكن أن تحكموا خياركم إما منصة الثوار أو طاولات الحوار. هذه الثورة بدأت شبابية خالصة، كما بدأوا هذه الثورة منفردين ينفع عليهم أن ينهوها كذلك منفردين. اللقاء المشترك بدوره خرج ليشرح موقفه للثوار. نحن نقدر موقف الشباب اليمني، انا ادرك انه ربما لو ظهرت الى الساحه لرموني باحذيتهم وهذا من حقهم. نحن من منطلق مسؤوليتنا السياسيه نفعل ذلك، نحاول ان نجلب لهم تعاطفا دوليا واقليميا، تعاطفا مع الشعب اليمني. نحن نريد ان يتفاهم الاشقاء والاصدقاء موقف الشعب اليمني وان هناك ثوره هم ارجاء اليمن. أرجاء اليمن التي اتحدت على مطلب التغيير بإسقاط النظام ورئيسه، فسمت الجمعة وفاء الشعب للشعب، فكانت جمعة الوفاء للجنوب، وتخرج المحافظات تشد أزر بعضها، مهما باعدت بينها الجغرافيا، فهذه جزيرة سقطرى من عمق المحيط الهندي. نؤكد لإخواننا المعتصمين في جميع عموم محافظات الجمهورية أننا صامدون في الاعتصام، ولا نقوم من هذه الساحات إلا بعد ما يرحل علي عبد الله صالح ونواه في أمام المحكمة يحاكم. هدف يخطو الشارع الثائر بثبات نحو تحقيقه، مصارعا بشرعيته الثورية، شرعية رئيسه.